النهارده رحبه، لا ده بني ادم عادي كونه اتوجد في منصب مثلا هو مش امين عليه وهو انسان مش محترم لسبب بسيط جدا، يعني مفيش حد يضرب بنت في الشارع ويحلها كده ويبقى محترم وما تدينيش اي عذر ايا كان، حتى لو كانت البنت دي شتمتني، حتى لو كانت البنت دي تطاولت عليه. خلاص ده متفقين عليه؟ ماشي. حاجه كمان برضو طيب خلاص، لا لا انت عملت كده ان هي مش متفقين ان هو مفيش مفيش سبب يخلي واحد لسه واحده في الشارع. طبعا لا طبعا انت عملت كده. انا بتكلم عن النقطه دي. ماشي. النقطه الثانيه بقى اللي انا عايزه اكلم حضرتك فيها، انا دلوقتي نازل بمارس حق طبيعي ان انا اتظاهر واعتصم، خلاص ما جيتش جنبك وما ضربتكش على حد، قول برضو الناس اللي بتطلع اللي هم الثوريين اللي بيطلعوا بيبقوا موجودين، انا مش ببقى موجوده خلاص، وبيقولوا ان احنا عمرنا ما رحنا احنا وتعرضنا للجيش او احنا اللي بدانا ونضرب فيه، سواء في اعتصام محمد محمود او في اعتصام مجلس الوزراء، تقدر تقول لي طالما انا ما تعديتش على حد بالضرب او ما جيتش ناحيه حد او اي حاجه والتظاهر يتم، ايه اللي فجاه بعد 15 يوم من الاعتصام يخليك فجاه تهب الهبه معاك وتقوم دب 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 دب, دب وتقتل في الناس؟ طيب هو لدرجه من درجات كلامي حضرتك صح تماما، لكن هسالك سؤال. قبل 25 يناير اللي فات كنا كلنا تقريبا بنقول كلمه واحده هي من وضع في مصر. هل لما كنت بتقول الكلمه دي كنت توصلي مصر الحدود والمين والاستحار ولا توصلي مصر الحكومه؟ مصر النظام. توصلي مصر النظام، ده حقيقي. لما بنقول احنا لا زال لنا رصيد عن الجيش، لا زال له رصيد عندنا، فاحنا بنتكلم عن المؤسسه العسكريه مجرده تماما من جنودها اللي ضربونا ومجرده تماما من المجلس العسكري اللي بياخد هذه المؤسسه. لما بنتكلم عن الجيش بنتكلم عن مؤسسه هي لا زالت مؤسسه وطنيه رغم الفساد اللي موجود فيها، نطمح ان احنا نحافظ عليها ونطهرها من الفساد ده ويبقى عندنا فعلا جيش قوي قادر على حمايه الحدود وحمايه حتى الدوله. احنا في بداية المنشور كاتبين كده أن الجيش أو المؤسسة العسكرية في أي دولة هي صمام الأمان.